السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ درس جديد وهناخد حرف جديد من حروف الهجاء. يلا بينا نشوف هناخد حرف ايه. قبل ما نبدأ في الحرف هناخد قصة صغيرة. قصتنا النهاردة بطلها ولد اسمه تامر. تامر ذهب في يوم من الأيام مع والدته إلى السوق ليشتروا التين والتفاح والتوت والتمر. يبقى تامر راح مع مامته عشان يشتري التين والتوت والتفاح والتمر. تعالوا نكتب كده مع بعض. احنا قلنا الولد بتاعنا اسمه تامر، قلنا ان هو راح مع مامته واشتروا توت واشتروا تفاح واشتروا تمر واشتروا تين. ايه الحرف بقى اللي متكرر معانا في كل الحروف دي، في كل الكلمات دي؟ تعالوا نبص كده مع بعض. احنا قلنا الولد اسمه تامر، اشترى مع مامته توت، واشترى كمان تين وتفاح وتمر. الحرف اللي متكرر معانا في الكلمات دي كلها هو حرف التاء. هو حرف التاء، جاي لنا حرف التاء في اول الكلمه وفي اخر الكلمه. طيب يبقى احنا هناخد النهارده حرف التاء. تعالوا بينا بقى قبل ما نبدا في الحرف وقبل ما نخش نشوف ايه اللي هناخده النهارده، تعالوا بينا نشوف ازاي اقدر اكتب حرف التاء. يلا حبايبي دلوقتي نشوف ازاي حرف التاء نقدر نكتبه. انتوا كتابه حرف التاء. نكتب حرف التاء بهذه الطريقه: طبق وفوقه نقطتان. هيا نحاول مرة ثانية: طبق وفوقه نقطتان. هيا نحاول مرة أخيرة: طبق وفوقه نقطتان. يبقى احنا كده يا سنة أولى عرفنا ازاي اعرف اكتب حرف التاء. يلا بقى نكتبه مع بعض دلوقتي. كله يجيب القلم والورقة بتوعه او القلم والكراسة بتوعه ونكتب حرف التاء. هكتب حرف التاء ازاي؟ سنة صغيرة فوق السطر وهمشي على السطر واطلع لفوق وفوقي نقطتين. كمان مرة: سنة صغيرة فوق السطر وامشي على السطر واطلع لفوق وفوق نقطتين. كمان مرة هعمل طبق صغير كده وفوق نقطتين. هعمل كمان مرة، يلا طبق وفوقه نقطتين. اهم حاجة انا فوق السطر منزلش تحت السطر. يلا كمان مرة، طبق وفوقه نقطتين. نكتبها كمان مرة فوق هنا، طبق فوق السطر ما بنزلش تحت السطر وفوقه نقطتين. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بكتب حرف التاء. يلا بينا بقى دلوقتي نتنقل لأشكال حرف التاء. نشوف ايه هي اشكال حرف التاء. اشكال حرف التاء في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة. شكل حرف التاء في اول الكلمة هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى مادد ذراعه عشان يمسك في ايد الحرف اللي بعده، وفي وسط الكلمة عامل زي الطيارة مادد ايدي الاتنين عشان يمسك في ايد الحرف اللي قبله ويمسك في ايد الحرف اللي بعده، وفي اخر الكلمة ليه شكلين، يا اما ماسك في ايد الحرف اللي قبله يا اما واقف لوحده. طيب عايزين كلمات يا مس، كلمة فيها حرف التاء في اول الكلمة زي كلمة طمرو. ممكن حد يقول لي تين اللي احنا كانت موجودة في القصة بتاعتنا، ممكن حد تاني يقول لي توت، ممكن حد تاني يقول لي تامر بطل القصة بتاعتنا، كل ده صح. طيب حرف التاء في وسط الكلمة زي كلمة مكتبو اللي احنا بنقعد نذاكر عليه. طيب حرف التاء في آخر الكلمة يا إما ماسك في إيد الحرف اللي قبله زي كلمة لفتو، يا إما واقف لوحده زي كلمة حوتو. تعالوا بينا بقى للكلمات دي كده نشكلها مع بعض ونشوف اقدر احللها ولا لا. يلا نشكل اول كلمة، كلمة طم رو. تاني كلمة مك تابو، بعدين لف تو، واخر كلمة كلمة حوتو.
طب يلا نشكله إن نحللهم بقى مع بعض، نفتكر مع بعض أغنية التحليل، بنقول لما باجي أحلل ويقابلني حرف الساكن، الحرف الساكن مع اللي قبله، يبقى التاء مع الميم، الساكن مع اللي قبله، والراء لوحدها عشان دي حركة قصيرة، الحركات القصيرة كل حركة لوحدها. اللي بعد كده مك تابو، مك تابو، ها يبقى الميم مع الكاف، الساكن مع اللي قبله، والتاء حركة قصيرة لوحدها، والباء حركة قصيرة برضو لوحدها، مك تابو. طيب الكلمة اللي بعد كده لف تو، لف تو، الساكن مع اللي قبله، يبقى الفاء، اللام مع الفاء والتاء لوحدها، يبقى اللام مع الفاء والتاء لوحدها. طيب يا مس، كلمة حوتو، كلمة حوتو لسه هناخدها في آخر درس النهاردة، نعرف نحللها ازاي وهنحللها مع بعض بس في آخر الدرس لما نجيلها إن شاء الله. طيب كده احنا عرفنا ايه هي أشكال حرف التاء، في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. طيب هنتنقل بقى مع بعض دلوقتي للحركات القصيرة لحرف التاء. ايه هي مس الحركات القصيرة؟ الفتحة والكسرة والضمة. التاء هتيجي عليها فتحة فهتتنطق تا تا، وتاء تحتها كسرة تي تي، وتاء عليها ضمة تو تو. كمان مرة، تاء عليها فتحة تا تا، تاء تحتها كسرة تي تي، تاء عليها ضمة تو تو. طيب عايزين كلمات بقى يا مس، تاء عليها فتحة زي كلمة تم رو، وتاء تحتها كسرة زي كلمة تمساحو، وتاء عليها ضمة زي كلمة تفاحو. طيب تعالوا نكتب الكلمات دي مع بعض، قلنا تاء فتحة فبقت تاء تاء تمرو. طيب تاء كسرة زي كلمة تي تي تم ساحو. طيب تاء ضمة زي كلمة ايه؟ تو تو تفاحو. يبقى احنا كده عرفنا الحركات القصيرة لحرف التاء. ايه هي الحركات القصيرة كمان مرة؟ الفتحة والكسرة والضمة. كمان مرة، ايه هي الحركات القصيرة؟ الفتحة والكسرة والضمة. طيب سامع ناس بيقولوا لي طب يا مس السكون، احنا متفقين ان السكون مش حركة، امال السكون معناه واقفة على الحرف. يعني ايه واقفة على الحرف؟ يعني مش هنطق الحرف وهو عليه سكون، لازم يجي حرف قبله يشد ويجر عشان اقدر انطقه، السكون ما يعتبرش من الحركات. طيب كلمة فيها حرف التاء عليه سكون زي كلمة كتكوتو، تعالوا نكتب الكلمة مع بعض، بقول ايه؟ كتكوتو، التاء هنا جت عليها ايه؟ عليها سكون، ينفع تيجي في اول الكلمة او ينفع تيجي لوحدها؟ لأ، دي جابت حرف قبلها اللي هو حرف الكاف عليه حركة قصيرة اللي هي الفتحة عشان نقدر ننطق حرف التاء وهو عليه سكون، لكن التاء وهو عليه سكون معرفش أبدا أنطقه لوحدي، يبقى اسمه تاء سكون، معرفش أنطقه لوحده. يبقى التاء عليها سكون لازم يجي حرف قبله عشان أقدر أنطقها، زي ما جبنا كده كلمة كتكوتو حرف الكاف قبل التاء عشان اقدر ان انا انطقها. طيب هنتنقل بقى مع بعض الحاجة جديدة اسمها الحركات الطويلة. ايه الحركات الطويلة؟ كم حركة؟ احنا قلنا ان الحركات القصيرة ثلاثة، فتحة والكسرة والضمة. الحركات الطويلة بقى ثلاثة برضو، مد بالالف ومد بالياء ومد بالواو. طيب يا مس، ايه الفرق ما بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنا احنا قلنا الحركات القصيرة تاء عليها فتحة وتاء تحتها كسرة وتاء عليها ضمة، صح كده؟ وقلنا بيتنطقوا ازاي؟ تاء تي تو. طيب الحركات الطويلة او المدود اللي هي المد بالالف، مد بالياء، مد بالواو. كمان مرة، مد بالالف،
مد بالياء مد بالواو، هي دي الايه؟ الحركات الطويلة. طيب ايه هي بقى الحركات الطويلة دي يا مس؟ قلنا ثلاثة، ألف واو وياء. طيب ازاي يعني؟ أي ألف في أي كلمة هتبقى ديت مد، وأي ياء أشوفها في أي كلمة هتبقى مد، وأي واو أشوفها في أي كلمة هتبقى مد؟ لأ طبعا، أول حاجة حرف المد مش بيجي في أول الكلمة، لازم يجي في وسط الكلمة، أو ممكن يجي في آخر الكلمة، لكن عمره ما هيجي في أول الكلمة. يبقى أول ميزة هتميز لحروف المد إنها ما بتجيش أبدا في أول الكلمة. تاني حاجة، حاجة لازم نعرفها على طول نقول ونقولها مع بعض، حرف المد ما يتشكلش. قولوا معايا كده يلا، حرف المد ما يتشكلش، حرف المد ما يتشكلش، حرف المد ما يتشكلش. يعني ايه يا مس ما يتشكلش؟ ما بيجيش عليه اي تشكيل. اللي هو ايه التشكيل؟ فتحة كسرة ضمة، دول اللي احنا خدناهم لغاية دلوقتي. في حاجات تانية هناخدها بعدين، لكن حرف المد بيجي اقرع خالص كده، مش عليه اي حاجة خالص، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة. يبقى حرف المد ما يتشكلش، حرف المد ما يتشكلش. مد بالألف دايما لازم الحرف اللي قبله يجي عليه فتحة، مد بالياء لازم الحرف اللي قبله يجي تحتيه كسرة، مد بالواو لازم الحرف اللي قبله يجي عليه ضمة. مد بالألف بيحب الفتحة، مد بالياء بيحب الكسرة، مد بالواو بيحب الضمة. يبقى احنا كده عرفنا المدود، مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو. مد بالألف لازم يجي الحرف اللي قبله عليه فتحة، مد بالياء لازم يجي الحرف اللي قبله تحتيه كسرة، مد بالواو لازم يجي الحرف اللي قبله عليه ضمة. طيب وقلنا كمان إن حرف المد ما يتشكلش، ما يجيش عليه أي تشكيل. طيب ده الفرق في الكتابة. الفرق بقى ما بين الحركات القصيرة دي والحركات الطويلة دي في النطق، إيه هو يا مس الفرق؟ احنا قلنا لما هنيجي ننطق حرف التاء عليه فتحة فهيبقى تا، لما هيجي بقى عليه بعديه مد بالألف فهنطول فيها هتبقى تا، تا تحتها كسرة هتبقى تي. لما يبقى بعديها مد بالياء فهتبقى تي، تاء عليها ضمة فهتبقى تو، لما هيجي بعدها مد بالواو هتبقى تو. يبقى الفرق كمان في النطق مش في الكتابة بس، فرق في النطق. الحركات القصيرة بتتنطق على طول بسرعة، مدتها قليلة واحنا بننطقها تا تي تو، لكن لما هاجي هنطقها بقى بحركات طويلة هنطول فيها هتبقى تا تي تو. احنا كده عرفنا الفرق في عرفنا كده الحركات الطويلة ايه هي، وعرفنا الفرق ما بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة في الكتابة وفي النطق. طب تعالوا بينا بقى نشوف مع بعض كلمات فيها الحركات الطويلة. تاء عليها فتحة وبعدها مد بالألف زي كلمة تاجو، تاء تحتها قصرة وبعدها مد بالياء زي كلمة تينو، تاء وعليها ضمة وبعديها مد بالواو زي كلمة تو تو. طب تعالوا نكتب مع بعض الكلمات دي. ها، تاجو، كمان مرة تينو، وآخر كلمة تو تو. طيب نبص كده مع بعض بقى لحروف المد. احنا قلنا الألف والياء والواو. طيب حروف المد هنا مالها؟ مش جاي عليها اي تشكيل، زي ما قلنا حرف المد ما يتشكلش، حرف المد ما يتشكلش. المد بالالف قلنا بيحب الفتحة، الحرف اللي قبله جه عليه فتحة. المد بالياء بيحب الكسرة، الحرف اللي قبله جه تحتيه كسرة. المد بالواو بيحب الضمة، الحرف اللي قبله جه عليه ضمة. لما جينا نطقناها قلنا ايه؟ تاجو، طولنا في نطق التاء. لما هنيجي ننطقها في تين هتبقى تينو، طولنا في كسرة التاء. طيب الكلمة الأخيرة تو تو، ضمينا حرف التاء طويل شوية. تمام كده، يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الحركات القصيرة والحركات الطويلة، وعرفنا الفرق ما بينهم. طيب عايزين بقى
احلل كلمه فيها مد من المدود دي. جات لنا في اول الدرس وقلت لك خليها معانا في اخر الدرس، حتى جات لنا في اول الدرس كلمه حوتو هنحللها مع بعض دلوقتي. طيب احنا قلنا في التحليل الحرف الساكن مع اللي قبله، حرف الساكن مع اللي قبله. طيب ونكمل بقى الاغنيه بتاعت التحليل، وحرف المد مع الممدود. ايه يا مس الحرف الممدود ده، انت هتلخبطينا ليه؟ يعني ايه حرف ممدود؟ احنا قلنا حرف المد اللي هو الالف والياء والواو. ايه بقى الحرف الممدود؟ حرف الممدود هو الحرف اللي قبل حرف المد. يبقى الحرف الممدود هو الحرف اللي قبل حرف المد. طيب تعالوا نكتب الكلمات كده بالراحه تاني. تاجو وتينو وتوتو. احنا كده عرفنا ان المدود الكلمات ديت فيها مدود، مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو. طيب لما هاجي هحللها، قلنا المد مع الممدود، المد مع الممدود، الممدود هو الحرف اللي قبل حرف المد. المد مع الممدود والممدود هو الحرف اللي قبل حرف المد. المد مع الممدود والممدود هو الحرف اللي قبل حرف المد. كمان مرة لما هاجي هحلل لمقاطع صوتية، المد مع الممدود والممدود هو الحرف اللي قبل حرف المد. يبقى هاجي هحلل كلمة تاجو هتبقى ايه؟ التاء مع الألف والجيم لوحدها عشان الجيم دي حركة قصيرة. ها تينو، المد مع الممدود، يبقى التاء مع الياء والنون لوحدها حركة قصيرة. طيب توتو، التاء مع الواو والتاء الأخيرة لوحدها عشان دي حركة قصيرة. الكلمة اللي كانت معانا في أول الدرس كلمة حوتو. طب عايزين نحللها لمقاطع صوتية. ها المد مع الممدود، يبقى الحاء مع الواو عشان دي مد وممدود والتاء لوحدها دي حركة قصيرة. يبقى احنا كده عرفنا ازاي احلل كلمة فيها مد. قلنا المد مع الممدود، المد مع الممدود، والممدود هو الحرف اللي قبل حرف المد. طيب تعالوا بقى بينا دلوقتي نحل الأسئلة دي. أول سؤال بيقول حلل إلى مقاطع صوتية، عايزين نحلل الكلمات دي إلى مقاطع صوتية. طيب الكلمة الأولانية كلمة تاجو، كلمة تاجو هنا فيها مد، قلنا المد مع الممدود، يبقى التاء مع الألف مد مع الممدود والجيم لوحدها دي حركة قصيرة. طيب الكلمة اللي بعد كده ايه؟ كتكوتو، فيها ساكن وقلنا الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. يلا نحللها مع بعض بقى كده. الكاف مع التاء، الساكن مع اللي قبله، والكاف تانية مع الواو، المد مع الممدود، والتاء الأخيرة لوحدها دي حركة قصيرة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول أكمل الحرف الناقص مع الضبط بالشكل. إيه يا مس كلمة الضبط بالشكل دي؟ مش أول مرة تقابلنا، وقلنا قبل كده إن الضبط بالشكل دي معناها إيه؟ إن إحنا نشكل الكلمة أو نشكل الحرف اللي إحنا هنكتبه، اللي هو إيه؟ نحط فتحة أو كسرة أو ضمة. طيب الكلمة الأولانية هنحط حرف الإيه؟ الميم وعليها سكون وبعدين راء عليها ضمة، فتبقى ناقصها حرف الإيه؟ تبقى التاء، تبقى تمرو. هنكتب التاء ونسكت؟ لا، إحنا قلنا هنزود الفتحة عشان الضبط، يبقى تمرو. طيب الكلمة اللي بعدها ميم وسين وألف وحاء هتبقى تمساحوا، هنكتب التاء ونسكت؟ لا، هنكتب تحتيها القصرة. طيب اللي بعد كده تفاحوا، أحسنتم، هنكتب التاء ونسكت؟ لا، هنكتب فوقيها الضمة تفاحوا. الأخيرة الواو بعدها تاء عليها ضمة، هتبقى توتو، هنكتب التاء ونسكت؟ لا طبعا، نحط عليها الضمة. ممكن حد في الكلمة دي يقول لي يا مس كلمة حوتو، هزود التاء و
وهتبقى حقوق بقى، هتزود بدل التاء اللي انت كتبتيها دي الحياء، وهتبقى حوته. صح برضو، كل الكلام ده صح. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول كون كلمات من الحروف التالية، جايب لنا مجموعة حروف وعايزين نكون منها كلمات، حرف التاء والميم والألف والراء واللام. هنكون كلمة ايه؟ انا سامع ناس بيقولوا لي يا مس انا هاخد الألف مع الميم هيكونوا لي كلمة ام. صح جدا. ايه كمان ممكن حد يقول لي؟ التاء مع الميم مع الراء فبقت كلمة تمر. صح برضو. طيب ممكن حد تاني يقول لي ايه؟ حد عنده كلمة كمان؟ تمام، ناس بتقول لي هاخد الراء مع الميم مع اللام فهتبقى كلمة رملو. كل الكلمات دي تمام، برافو عليكم. طيب كده احنا خلصنا حرف التاء وعرفنا كل حاجة عنه وحلينا كمان أسئلة وتدريبات عليه. هسيبكم بقى دلوقتي مع فيديو صغير خالص هيرجع لنا على كل اللي أخدناه دلوقتي. أسيبكم مع الفيديو وارجع لكم تاني. نسمع مع بعض الفيديو ونركز فيه عشان هيقولوا لنا مجموعة كلمات كتير جدا فيها حرف التاء عشان نزودها على الكلمات اللي احنا أخدناه ويبقى عندنا كم كبير من الكلمات. نسمع مع بعض دلوقتي يلا. خلصنا حرف التاء بكل حاجة فيه. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع حرف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.